وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زينغ تشوي تشوان رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سايسك، يرافقه كبار مسؤولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، بما وفر فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر، بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ومؤكدا تقدير مصر لجهود سايسك في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر وترحيبنا بدفع المزيد من المشروعات المشتركة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة، حيث ثمن رئيس سايسك التطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مؤكدا حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين.